وخلي بالكو الكمية محدودة، العيز وعامل 31 95 ب 650، اللي هو ده كده. ونرجس فوق كده عامل 37 95، ده اللي 700. هما دول النوعين دول. وبعد كده بقى اللي هو الينا ده اللتر عامل 62 95، والكريستال اللتر 600، الكريستال عامل 132 ونص. مفيش الا الانواع دي بس، اللي هو الينا، الينا ده اللتر عباد ده عامل 62 95، ده عباد. والذره عامل عباد، بس عباد اللي هو اللتر الينا عامل 62 95. لكن الذره 900 عامل 57، 2 كيلو 200 عامل 180، ده كريستال ذره 180 25. السمنه دي كلها بتتعمل استنى كريستال اثنين، ده كيلو ونص، عامله 92 وروابي 90، وروابي كيلو ونص 90، شيراتون الكيلو ونص عامله 239 339 95. والله العظيم ما شايفه من 359 95، ده كيلو ونص، والله العظيم ما شايفه. مش عايزه استنى بس اما اشوف الاول. حلوبي سمنة ده 700 عاملة 172، النيوزيلندي سمنة طبيعي 700 عاملة 131 95، فيرن 700 بلدي عاملة 199 95. عايزة اقول لكم ان هنا في متوفر من السمنة، في اماكن تانية في سمنة خالص. الهانم 350 عاملة 19 ونص، شيراتون 400 عاملة 96 95، الهانم 350 قلنا عامله 19 ونص، يعني 200 جنيه بامبرز، يعني اي واحد بس البامبرز بس اللي بيجي. قلنا دول كريستال، دول زيت زيتون بكري 500 فوق عامل 95 95، يعني 96 ب 500، يعني نص كيلو. ادي كده اللي موجود هنا اسعار المكرونات مصريه، الكيلو عامل 21 95 بدل عمان 23 95، بس هنا ارخص المصريه بره اغلى، عشان هي مكرونه حلوه المصريه بساطه ارخص حاجه. لا بقول لك هنا ارخص بره اغلى بساطه. مصريه بساطها عامل 17 ونص، ولمتنا بص غني الكيلو 17 ونص، لمتنا عامل 23 75 الكيلو، مع اني بره المصريه اغلى من لميتنا. يبقى بساطه 17 ونص الكيلو، مصريه 21 95، لميتنا 23 95، الاطيب ب 20 95. يبقى لغايه دلوقتي اللي شايفاه اقل حاجه او ارخص حاجه اللي هو ايه، بساطه ب 17 ونص. انواع المصريه دي كده، البساطه 350 عامل 4 جنيه 95. تعال نشوف بقية الأنواع كده. ده إيه؟ إيطالياني ال 400 عامل 14 ونص، ماكيروني ال 350 عامل 7 ونص، ده نوع جديد ده، أو ممكن مش جديد بس أنا مرة أشوفه، ده اللي هو ماكيروني ده صح؟ شفتيه قبل كده؟ ماكيروني، ماكيروني ده 350 انواع عامل 7 جنيه ونص، لمتنا ال 400 عامل 10 جنيه. في هنا ستار عامل 7 جنيه، ال 400 عامل 7 جنيه 75. هنا برضو اوفر في ستار، ستار بره ب 8 جنيه ال 400. لا الكيلو بكام؟ الكيلو بره ب 18 او ب 16 ونص لما بيكون عليه عرض. في مكرونه ايه دي، اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ مصريه دي، مصر تبع مصريه برضو. مصريه ب 10 جنيه ونص 350. الملكه 400 عامل 10 جنيه. طب الكيلو الملكه عامل كام؟ وجينا 400 عامل 14 95، والملكه 400 عامل 10 جنيه. مش شايفه كيلو من الملكه او الروجينا صح؟ ولا في متوفر 400 بس، ولا ستار ما فيهاش الكيلو، وستار برضه ما فيش الكيلو.
بس في انواعهم يعني. يعني متوفر ال 400 جرام بس بالوان. في مكرونه اسمها ايه، ميليسيا مصريه، ده ال 500 جرام عامله كام؟ 12 جنيه ونص، بدل من 13.75. وفينيسيا اللي تحت دي عامله 13.5. اجيجي كده فينيسيا برضو، نوع من فينيسيا، ال 400 جرام عامل 13.5. دي كده انواع المكرونه الموجوده. لا هما دول بس ده اهي، مفيش رز جوه، مش عارفه نشوف. تعال نشوف الرز. ادي كده انواع المكرونه تاني. ده كده رز اسمه معمر، ده عامل 17.5. في رز بسمتي فوق اسمه الاطيب، عامل 49.95. ده بسمتي الاطيب، وبسمتي ذهبي كريم عامل 55.95. خلينا في الرز بتاعنا، عامل 17.5، اسمه معمر. مفيش الا النوع ده بس، معقوله؟ لا ده لوبيا. مفيش رز يبقى الا نوع واحد اللي هو معمر ده، كده عامل 17.5، والباقي بسمتي اللي قلتلكوا عليه. الاطيب كيلو بسمتي عامل 49.95، وكريم عامل 55.45، ده بسمتي. الضحى لوبيا 500 يعني نص كيلو، ايه ده عامل 34.95؟ معقوله؟ لا مش معقوله. دي مكرونه الاطيب 350 عامله 7.95. انواع. مفيش رز تاني صح؟ كده مفيش رز تاني. في مكرونه دي كده اسمها مصريين 350، الكيس عامل 4.95 يعني 5 جنيه. دي انواع يعني لو كيسين فوق. في كايرو ال 400 عامله 8 جنيه، والاطيب قلنا عليها الاطيب نوع. يبقى دي تعتبر برضو اقل حاجه يعني 3 اكياس يعملوا 15 جنيه. الواحد يجيب منها بقى كده. زي ما قلت لكم الرز مفيش قلنا ده معمر ب 17.5. ده كده سكر، خيار السكر هي كنت بهي عامل 18.5، وصاحب عامل 16.95. حلو يا شهد، ده عامل 16.95، انما خالتي بهي عامل 18.5. جبتي المكرونه؟ ده كده الدقيق لمتنا، الكيلو عامل 18.95. في كده اللي تحت ده اسمه ايه، العراف، الكيلو عامل 17.95. وفي المطعم ده عامل كام؟ 17.95 برضه. يبقى العراف والمطعم 17.95، لمتنا 18.95، القطش ده عامل كام؟ 17.95. في بقى هنا سكر قلنا عليه اللي هو خالتي بهية، ده قلنا عليه، وشهد مفيش تاني غيره، ده اللي شفناه الناحية التانية. بس بصي حاسه شهد مخرز خشن صح، مخرز كده، ده ناعم وده مخرز. يبقى شهد ده مكتوب طعم احلى وذوبان اسرع في شهد. في ناس بتفضل الخرز ده عن الناعم. عامل 16.95، الناعم اللي هو شهد خالتي بهية عامل 18.25. عروض البن، ابو عوف، المحاوج، الفاتح، الميتين، عامل 49، ايه ده يا نهار ابيض، 95 يعني عامل 50 جنيه، بدل من 52 25. ده عامل لك عرض كمان والله ما قصرت. في ابو عوف قهوه تركي 250 عامل 75. وفي ابو عوف محوج فاتح، ده كده البرطمان ده عامل 95، ده ربع كيلو. لا ايه في الميكس السايب ده؟ بصي ايه ده بقى، ده كوفي ميكس 400 عامل سايب، مش 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 باكيتات، مش ده 400 عامل كام؟ 59.95 يعني عامل 60 جنيه.
واللي هو اللي هو العادي بتاعنا اللي بنجيبه ده الظرف عامل 2.5 برضه. النسكافيه برضه جوه كده عامل كام؟ بس ده بلاك نسكافيه بلاك. ده كلاسيك بلاك ده ال 200 كلاسيك بلاك عامل 111 95 و112 كلاسيك. اللي احنا بنجيبه البرطمان ده عامل كام؟ 95 95 65 95 الاسعار 26 95 يا بنتي. ده لا بتاعته انا بتكلم على ده الحجم اللي بنجيبه ده 65 95 بتضلني. ده مصري كافيه اللي تحت ده مش كلاسيك، ده مصري كافيه عامل 26 95 ده ال 50 ال 50 جرام، وال 100 جرام عامل 40 95، وال 200 جرام ده مصري كافيه عامل 97 95. ده حلو عجبني في الميكس ده. خلاص هنشوف هو السيف ده عجبك. انت لو شفتي هتلاقي ان هو اوفر، اللي هو ال 400 جرام عامل 59 يعني عامل 60، هتلاقي ان هو اوفر.